انا رشقي فاطمه، ساكنه في محامي 9 الابراج الكتبيه، عمارة 56 اقامه 18 رقم الدار 2. انا عندي داره في السكنه ديالي، ساكنه في روتشوسي، عندي داره مشيت شكيت للقاضي على القايد والمقدم، وجاء القايد والمقدم وعين المكان وقال لي تبني الحيط للدار وديري الباب بينك وبين السيد اللي معاك، حيت باب العماره ما كيتسدش نهائيا. وبديت يطرد عليا، طرد ليا المقدم هو القايد، كل مره نصيفطوا ليا، كل مره نصيفطوا يطلبوا مني واحد لاصوم انا ما قادراش عليها، ما استطعتيش انايا، قدروها 40000 ريال، اللي جيت نعطيه هو 40000 ريال ونصاوب داك الشيء ب 40000 ريال 80. اش عندي؟ راه عندي غير بويت، ولا داك الشيء درتو غير للدار، ماشي درتو بانني باش نستافد منه. ودابا جا البارح بالليل هددني. شكون اللي جا عندك؟ جا عندي المقدم سمير رمضان. سمير رمضان جا هددني البارح بالليل مع 8 ونص، فيقني من الناس وهددني على قبل الفلوس. ملي قلت ليه ما غاديش نعطيهم ليك وما عنديش، قال لي واخا وسير الله يعوض. اليوم مشيت للخدمه، جيت لقيت هادشي مريبو ليا، وعندي ولدي مريض بسيكياتري كياكل تيشرب الدواء من 8 ونص الصباح، وانا قاعده نسد عليه وما عنديش منين ندخل. واش الملك هذا؟ انا دابا كنطالب سيد الوالي فين ندخل عنده، وفات مني درت شكايه سيد الوالي وعندي لاكوزي ديالها، بغيت نهضر على حقي. انا ما درت شي حاجه اللي استفدت منها ولا شيء، انا درت شي حاجه للضرر، لان هاد العماره ما متفاهمينش. وانتم كيشتو نتوما الصحابه، انتم شتو بعينيكم لا ضو لا باب تيتسد لا يديك لا يخليك. راه الملك هذا، انا كنطلب سيد الوالي بغيت نمشي عنده، بغيت ندخل عنده باش نشكي ليه اشنو واقع ليا. ولدي راه مسجون ليا من 8 ونص الصباح حتى لدابا. دابا الابن ديالك فين هو؟ اه واقف في الدار، في قلب الدار، دقوا عليه تسمعوا صوته. ما تمكنتيش انك تدخلي عنده؟ كي غندخل عنده، شوف اسيدي كي داير الدنيا، شوف هاد المنكر كي داير. ملي بغيتي تريب كان عليك تعلمني وتقولها ليا، ماشي تسد لي باب داري وتخليني نسجونها النهار كله. علاش؟ حيت ما عطيتك الفلوس؟ الفلوس راه المنكر هذا، راه ماشي قانون هادشي. انا ما درتش شي حاجه خايبه، انا درت حيط للضرر وبخبار القايد والمقدم. انا كنقولها، علاش ما داروش الاجراءات مع هاد الناس اللي مدخلين مستافدين منهم؟ يخرجوا، خرجوا التعمير، يخرجوا المحامي تسعود. شنو كطالبي؟ شنو كطالبي المسؤولين دابا؟ كنطالب المسؤولين ناخذ حقي، بغيت حقي لهاد الضرر اللي وقع ليا.